أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية، ونرحب بكم في هذه النشرة الجوية من طقس العرب. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض. خلال هذه الليلة تسود أجواء غالبا صافية، 23 درجة مئوية الملموسة، 22 الرطوبة منخفضة، والرياح تكون جنوبية معتدلة السرعة. نتحدث الآن عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد. نبدأ بالمنطقة الشمالية، سكاكة 22 إلى 13، عرعر ونفس الحرارة تقريبا في تبوك مع أجواء مشمسة. المنطقة الغربية، المدينة المنورة 31 إلى 17، جدة رياح نشطة وأتربة مثارة 29 إلى 24، مكة المكرمة 36 إلى 21، والطائف 29 إلى 18 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 26 إلى 15، أبها 27 إلى 14، جازان 34 إلى 25 درجة مئوية. ننتقل الآن للمنطقة الشرقية، الدمام رياح نشطة وأتربة مثارة 30 إلى 17، تنخفض درجات الحرارة في حفر الباطن لتسجل 25 إلى 14 مع أتربة مثارة، والإحساء 33 إلى 18 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض، رياح نشطة وأتربة مثارة 32 إلى 17، بريدة 28 إلى 14، وحائل 20 إلى 8 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.